فشل مجلس النواب وليس الرئيس. وفقا للنظام الداخلي تاخذ قرار اداري وفتح باب الترشيح وليس قرارا اداريا وانما قرارا قانونيا ودستوريا، باي حق انت تفتح هذا الباب؟ سماحه السيد في الاخر سوف يتنازل عن مصالح شخصيه وحزبيه ويرجع الى الاطار، ويرجع الى الاطار من اجل تحقيق مصلحه وطنيه عليا وليس لغايات شخصيه او حزبيه مثل ما يراها البعض. وليش هذا الاستنزاف بالوقت اذا كنت ما تقوله سيحصل؟ ما الغاية منه؟ من الأول وتنفض الشغل؟ لا أولا سماحة السيد عند النية في تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية، لكن هذه النوايا مرات تصطدم بالواقع العملي. قلت لك قبل قليل قرار المحكمة الاتحادية عندما يقول انتخاب الرئيس يجب أن يكون بثلثين، وهذا تفسير دستوري 100% أو الحضور يكون بهذه النسبة، يرى تحالف الثلاثي ما بين الأخوة الكرد والأخ الحلبوسي والأخوان الصدريين أنه لا يمكن تحقيق هذه النسبة، فبالتالي أن يرجع ما يبقى البلد معطل. ممكن هذه الأزمة تبقى شهر شهرين ثلاثة بس لما يبقى البلد معطل. اليوم دخلنا في أزمة جديدة للأسف الجديد، رئاسة مجلس النواب عندما تفتح باب الترشيح مرة ثانية. أنا أقول هسا ما يخالف نختلف، نقول المادة 72، نقول المادة من الدستور، نقول المادة 2 من قانون، لكن أنا أجي أقول شيء واحد. إحنا عندنا 330 نائب، ما واحد منهم قام. يا أخوان، هيئة رئاسة مجلس النواب ليس من حقها أن تأخذ قرارا قانونيا أو دستوريا. وفقا للنظام الداخلي تأخذ قرار إداري وفتح باب الترشيح وليس قرارا إداريا وإنما قرارا قانونيا ودستوريا، بأي حق أن تفتح هذا الباب؟ لذلك التجاوز على الدستور، يعني أنا حقيقة ما أنتقد الجماعة، أنا أجي أفسر الدستور، أنا كنت مقرر لجنة كتابة الدستور. هذا الأمر كفر. إذا سمحنا بهذا الخطوة أن تمشي، فبالتالي سوف يكون الدستور عبارة عن خرقة، عبارة عن ورقة لا قيمة لها، ويستطيع الطرف الآخر أن يتجاوزها بالمستقبل القريب، وبالتالي ممكن أن يتجاوزها الإقليم على حقوق المركز، وممكن أن تتجاوز المحافظات الجنوبية على حقوق المركز. لذلك الدستور إن رضينا أو أبينا، إذا كان عندنا ملاحظات أو لم تكن، يجب أن يكون الحاكم في بيننا. أنا أجي أقول لك شيء بالله عليك، في كل دول العالم عندما يكون هناك خلاف في نص دستوري نذهب إلى المحكمة الاتحادية، مو أنا أجي أقرر. بعدين ماكو خلاف يا أخوان، المادة الدستورية تقول بالنص يستمر رئيس الجمهورية بأداء مهامه بما بعد الانتخابات ولحين الاجتماع الأول ما، وعلى مجلس النواب أن ينتخب رئيسا جديد خلال 30 يوم. خلال 30 يوم هو من فشل؟ فشل مجلس النواب وليس الرئيس، فبالتالي مجلس النواب هو الذي فشل وهو الذي يتحمل المسؤولية. اثنين، المجلس النواب عندما يفشل في أول مهمة يكلفه بيد الدستور، فهذا برلمان فاشل من اللحظة الأولى، بالتالي راح يقول. لذلك انا اخواني وكل اعضاء مجلس النواب واخواتي من كل الكتل المحترمه عليهم ان يراجعوا نفسهم وان يرجعوا للدستور. نعم اغلبكم جدد بس راجعوا الدستور، يا استاذ بهاء، لان حقيقه هذه المرحله فيها مسؤوليه كبيره.